هذه احدى المزارع، هذه مزرعه وقف عبد السلام الدخيل الله بن زاهر الحميدي. وهذه كل المزارع، وهذه القريه شوف بدايتها من هنا حتى الاخير، البدايه القريه من هنا إيه؟ حتى اخر القيم الاسفل الاسفل. نعم. إيه؟ وهذه المزارع تبعنا، وهذه مزارع الشيخ محمد سعيد منيح خلفنا، ومزارع سليمان الزراقي إيه؟ مزارع ذوي محمد علي وبقيه الجماعه. بساتين العنب كانت جوا، كانت هنا جوا. نعم. هذول شوف المزارع، لم يبقى شيء عنب؟ لا عنب ما عاد فيه مره، ما عاد تصلح المياه والأرض، تصلح هي كانت احسن، كان احلى ماء هنا عندنا، الان تغير. ايش اسبابها؟ والله اسبابها يعني تغيرت التربه من اسفل او شيء. هذا انت مهندس زراعي ما ادري يعني، ومجاري السيول تفيد المياه. اي نعم، انت مهندس زراعي وتعرف اكثر مني. هذا ايش دحين؟ هذا من هنا، هذا ما ادري عنه. الحصن، الحصن فوق قدام. شوف الحصن، شوف اثاره موجوده فوق، شوف يعني الجبل اللي فوق هذاك، الجبل اللي فوق هذاك، يعني الحصن فوق الجبل هذاك، فوق الجبل. هذا وادي، هذا اسمه وادي، وادي قروه. وادي، وادي قروه، قروه وادي مشهور، هذا يجي من الطائف، كنا نسقي من المزارع. هذا الخليج تبع بلاد، هذا شوف الخليج هذا الحين اللي نجي. ايه الخليج هذا اللي يدي مزارع، يدخل على المزارع. هذه بعدين بعد كذا هذه مزرعتكم. هذه مستشفى الامير منصور. هذا مستشفى الامير منصور. هذا وهذا الوادي قروه. هذا وادي قروه. شايف؟ وهذه برضه مزارعكم. هذه مزارع، هذا الخليج الحين تشوف الخليج بدايته من هنا. يدخل السول على المزرعه. هذا بدايه خليج. هذا بدايه خليج. هذا خليج وقف عبد السلام بن دخيل الله بن زاهر الحميدي. ايه. من الوادي قروه يدخل من هنا. هذا اللي على يسارك مزرعه الملاليح. كيفين هذه، وبعدها مزرعه يعني لا زالت تبعهم؟ تبعهم لا زالت. إيه؟ والبيوت هذيك المتهدمه قديمه؟ هذيك بيوت بن فتح. هذا الشريف محمد. إيه؟ إيه؟ لا زالت عندهم، بس عندهم على الان عامد بن ظفران الطويرق هو إيه؟ زارع. زارع. شوف لا زال الجدار القديم. من هنا ايوه هذا شوف. ما شاء الله. شوف هذا كله مجرى سيل. مجرى سيل. اي نعم، هذا يدخل للمزارع، كل المزارع عاد تشرب منه. ايه مزرعتنا وبعد ما احنا تلقى المزارع تغيض على المزارع اللي بعدها واللي بعدها، حتى يخرج على جهه القيم الاسفل. القيم الاسفل بعد ما يشرب الاعلى ينزل الاسفل. الاعلى في الاعلى، الاعلى في الاعلى. هذا احد بساتين العنب اللي كانت موجوده. هذا كلها كانت عنب. هذا عنب، هذا كله شوف صورته. ايه هذا بستان كان كله عنب، كله عنب. شوف اثار الجدار حقته. لا اله الا الله. هذه هذا وقف تبع كله وقف عبد السلام بن دخيل الله. هنا شايف، هنا ابار، هنا في بير اسمه البزعيه. البزعيه ايوه نحن، وفي بير هناك اسمه خضيره. شايف الطرق وحيرة الشافة هذا مين يطلع؟ بس هنا مقايين، هنا الجو مناسب. نعم. شوف أثار الحصن. هذا إيش صخرة؟ هذه هضبة من اليسار. هضبة من اليسار. هضبة من اليسار. هذه. إيه. فوق. من هذا، من هنا، من هنا، وتغذي الحصن وتمده بالمواد اللي يحتاجونها. نعم. بالمواد، بالمواد من المياه. اي اي الاغذية، الاغذية هذاك الحجر اللي كذا ماشي. اي نعم. كانت تطلع من هنا، الخيل تجي من هنا بسرعة وتطلع. هذه
من هنا تيجي. نعم نعم. ايه؟ وتنزل على طول على جهة مستشفى الأمير النزولة من هنا. وتأخذ مشوار كده وتروح للقرية هناك. تجيب الحاجات اللي هم يحتاجونها. يحتاجوها. على الرما واللي يحتاجونها الأخوان اللي دافعون هنا. يعني هذا الحصن وهذا القرية القديمة. وهذا القرية القديمة. يا قمر تسلم لي يا قمر تسلم لي عينك يا قمر تسلم لي عينك يا قمر ايش حصل بيني وبينك حتى عن عيني تغيب ايش حصل بيني وبينك حتى عن عيني تغيب حتى عن عيني تغيب يا قمر تسلم لي عينك يا قمر تسلم لعينك يا قمر يا قمر ايش حصل بيني وبينك حتى عن عيني تغيب ايش حصل بيني وبينك حتى عن عيني تغيب حتى عن عيني تغيب الخير ها الحين نشوفها لا تطيح خلاص تعال بس تعال بس الله يرضى عليك اشيب شباب لا يزحلقك امشي احنا الان من فوق جبل المليسة اللي فيه الحصن اول مره تطلع وتوري طبعا صراحه يعني مغامره احلى مغامره احلى مغامره صراحه اللي صار فيها البارود في الحصن وانحرق ها؟ شوف الساس حقك. الساس. اوكي. زي مستودع يعني. مستودع. للبارود. هذا طريق هناك حداقي نجم السابقة مستشفى المنصور ها؟ فندق السياحة نياك فندق السياحة هذه الجديد اي مو المعهد الصناعي هي هذه المعهد الصناعي الثاني وهذا المستشفى وهنا كان الحصن هذا الحصن اي هذا حجاره هذا حجارته وهذه مستودع شوف محله ايوه واضح هذا محل الحصن بعد شوي على اثر حصن الحمدة في المليسة في قرية المليسة اللي هي هضبة المليسة اللي هي هذه اللي صار فيها البارود هذه المنطقة اي والخيول تطلع من هناك جبل مؤن من الغربي تجي جبل مؤن نوريكم الاثر حق الطريق اي والهضبة كاشفة وينزل بعد جميع المواقع من شمال نعم جنوب مرتفعة هي ارفع شيء في المليسة اللي هو الجبل اللي سمي على اسم الاثر المنطقه اللي فيه اللوحه اللي فيه دام عزك نعم هذا جبل ديما نعم بعده في جبر اول بعده جبر اول المنطقه اي هذه الجديده اي هذا شمال اي هالقيمه الاسفل نعم هذا اي مزارع مزارع لحد الحمى كذا غرب لحد الحمى حق الحمى ده خلينا نطويلك
دحين احنا فوق الهضبه هضبه المليسه. هذا 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 حصن العقلان، العقلان من الحمده. حصن العقلان من الحمده، خامس العقلان من الحمده. وكانت كل المزارع هذه معظمها للعقلان. للعقلان. العقلان باعوها على ذوي جمهور من العداوين. ايه. والعداوين. ايه. باعوها على الاشراف. على الاشراف. هذه سعده. ايه. هذه سعده. اللي فيها القصر وهذه سعيدات. هذه دحين تبع الاشراف. ايه مشارب ومن احسن البلد اللي موجوده في وادي المليسه. وادي المليسه وبعدها تجي بلاد الحمد. هذه كنا فيها احنا. محمد علي صالح. ايه. وذوي محمد سعيد. ايه. محمد سعيد الحميد الشيخ الاول. والعراقي. والعراقي وسعد. كل مزارعهم من هنا الجبل الاصفر هذا. هذا الجبل اسمه دم دمة 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 دمة. هذا يحط ذا شرق. هذاك الجبل اسمه الأقصى اللي فيه الخزان. ايه تابع للحمد. ايه تابع. ومن دونه جبل الاصفر. الاصفر هذاك ابو الدرج وهذا الاصفر. هذا الاصفر. ايه وهذه كلها وهذاك الحمى حقه. ايه والوراش اللي في الجبل هذاك ابو سمن. ايه إيه؟ وسويقة شوفها عن جبل ابو سمن. جبل ابو سمن. إيه؟ وسويقة شوفها على اخر اخر حدود الحمدة هناك. هناك. ومسرة وجبل ابو مرداها. إيه؟ والعريجاء. إيه؟ والجايف. كل هذه تخبرها كلها. والجايف. كلها مزروعة. والجايف والغربان. إيه؟ هذا الحمى حق الحمدة. وهذه الابارق. إيه؟ والسد والسديد. الاثر الموجود هنا اللي هي الابيار والحصن. والحصن. وفي شيء ثاني؟ البيوت القديمة هذه. في حصن في المركب بس في القيمة الأسفل تابع لنا. محاجي. ايه. هذا أثار الخير. هذا ايه. إيه عاد محملة. إيه. هذا واحد زي كذا. حافظ عليه. حوافظ. شوفوا كيف. ملساء من المليسة. نشبنا حتى نزلنا الحمد لله. جات سليمة. جات سليمة. الهضبة واحد وسنية والله شرفة حلوة. شوف البركة. ايه البركة محل البارود. شفت البركة محل البارود. محل البارود. بقي اثرها و بقي اثارها موجودة و جنب القصر. يا سلام. هذا قصر بن فتح سعود و بن فتح محمد. محمد أبناء سعود وعبد الله حامد وحمود. قصر أثري. قصر أثري. قصر أثري. شو خشب الباب. حقته طولها 3 متر. Yeah.